السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا الاشغال نتاع الطريق اللي يربط مدينة سهل المرجع هنا بالشاطئ دواودة على يعني امتداد حوالي 6 كيلومترات. اذا الطريق هذا اللي هو يعني نشوف هنا الجزء هذا هنا راه الاشغال انتهت فيه. راح نقيس الارض تاع الطريق لمعرفة الطريق فيه 17 متر، يعني زوج أرويقة في كل اتجاه زائد الشريط نتاع الوقوف الاضطراري. هنا الجزء هذا نتاع الإشغال انتهت فيه، وهنا فيه بعض أجزاء هنا فيه محول اللي راح يدي هذا المحول هنا راح يدي باتجاه الطريق السيار شرق غرب، ويكون نقطة يعني نتاع الاتصال مع طريق الشرق غرب على مستوى مدينة بتوتة. إذا هنا الطريق هذا فيه بعض الأجزاء، هنا نشوف تكون عندنا صور، سوف نوريكم بعض الصور عن الأشغال في هذه المنطقة. وكذلك هنا فيه جزء اللي راه فيه تجمعات سكنية، هنا فيه مشكل تاع توسيع الطريق يعني مع يعني قضية الإكسبروبرياسيون pour utilité publique، قضية نزع الملكية للمصلحة العامة. إذا هنا فيه بعض الأجزاء، شوف هنا نشوف تراس ما مخدوم، لكن فيه سكان هنا اللي مشاكل تاع كما قلنا نزع الملكية لاستكمال هذا الشطر هذايا. وفي بعض الأجزاء الأشغال منتهية فيه، وكما قلنا الطريق هذا يروح باتجاه زيرالدا والشاطئ دواودة على مستوى هنايا، هذا هو الشاطئ وهذا هو الطريق. وهنا نشوف أن الطريق هذا فيه توصيل الطريق هذا بطريق السيار الشمالي نتاع إذن هذا يا هنايا نتاع اللي يدي بن عكنون دار البيضاء. إذن إلى مطار طريق المطار وارب مدين. وهنا نشوف الجزء تاع الطريق هنا مكتمل، يعني فيه بعض الأماكن اللي ما زالت الأشغال لم تنتهي كما هنايا. إذن هذه هي، خليكم تتابعون الصور التي أخذت بمناسبة زيارة وزير الأشغال العمومية بمعية والي ولاية الجزائر العاصمة إلى هذا المشروع.